دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام لدفع كيد الأعداء ورد بأسهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي هديتني فلهوت، ووعظت فقساوت، وأبليت الجميل فعصيت، ثم عرفت ما أصدرت إذ عرفتنيه فاستغفرت، فأقلت فعوت فسترت، فلك الحمد إلهي تقحمت أودية الهلاك، وحللت شعاب تلف تعرضت فيها لسطواتك، وبحلولها عقوباتك، ووسيلتي إليك التوحيد، وذريعتي أني لم أشرك بك شيئا، ولم أتخذ معك إلها، وقد فررت إليك بنفسي، وإليك مفر المسيء ومفزع المضيع لحظ نفسه الملتجئ. فكم من عدو انتضى علي سيف عداوته، وشحذ لي ضبة مديته، وأرهف لي شباح حده، وداف لي قواتل سمومه، وسدد نحوي صوائب سهامه، ولم تنم عني عين حراسته، وأضمر أن يسومني المكروه، ويجرعني زعاف مرارته. فنظرت يا إلهي إلى ضعفي عن احتمال الفوادح، وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته، ووحدتي في كثير عدد من ناواني وأرصد لي بالبلاء فيما لم أعمل فيه فكري، فابتدأتني بنصرك وشددت أزري بقوتك، ثم فللت لي حده وصيرته من بعد جمع عديد وحده، وأعليت كعبي عليه، وجعلت ما سدده مردودا عليه، فرددته لم يشف غيظه ولم يسكن غليله، قد عض على شواه وأدبر موليا قد أخلفت سراياه، وكم من باغ بغاني بمكائده، ونصب لي شرك مصائده، ووكل بي تفقد رعايته، وأضبأ إلي إضباء السبع لطريدته انتظارا لانتهاز الفرصة لفريسته، وهو يظهر لي بشاشة ملق وينظرني على شدة الحنق. فلما رأيت يا إلهي تباركت وتعاليت، دغل سريرته وقبح من طوى عليه، أركسته لأم رأسه في زبيته، ورددته في مهوى حفرته، فانقمع بعد استطالته ذليلا في ربق حبالته، التي كان يقدر أن يراني فيها
وقد كاد أن يحل بي لولا رحمتك ما حل بساحته. وكم من حاسد قد شرق بي بغصته وشجي مني بغيظه وسلقني بحد لسانه ووحرني بقرف عيوبه وجعل عرضي غرضا لمراميه وقلدني خلالا لم تزل فيه ووحرني بكيده وقصدني بمكيدته. فناديتك يا إلهي مستغيثا بك واثقا بسرعة إجابتك عالما أنه لا يضهض من آوى إلى ظل كنفك ولا يفزع من لجأ إلى معقل انتصارك. فحصنتني من بأسه بقدرتك وكم من سحائب مكروه جليتها عني وسحائب نعم أمطرتها علي وجداول رحمة نشرتها وعافية ألبستها وأعين أحداث طمستها وغواشي كربات كشفتها. وكم من ظن حسن حققت وعدم جبرت وصرعة أنعشت ومسكنة حولت كل ذلك إنعاما وتطولا منك وفي جميعهن هماكا مني على معاصيك. لم تمنعك إساءتي عن إتمام إحسانك ولا حجرني ذلك عن ارتكاب مساخطك. لا تسأل عما تفعل ولقد سئلت فأعطيت ولم تسأل فابتدأت واستميح فضلك فما أكديت. أبيت يا مولاي إلا إحسانا وامتنانا وتطولا وإنعاما وأبيت إلا تقحما لحرماتك وتعديا لحدودك وغفلة عن وعيدك. فلك الحمد إلهي من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا تعجل. هذا مقام من اعترف بسبوغ النعم وقابلها بالتقصير وشهد على نفسه بالتضييع. اللهم فإني أتقرب إليك بالمحمدية الرفيعة والعلوية البيضاء وأتوجه إليك بهما أن تعيذني من شري كذا وكذا فإن ذلك لا يضيق عليك في وجدك ولا يتكأدك في قدرتك وأنت على كل شيء قدير. فهب لي يا إلهي من رحمتك ودوام توفيقك ما أتخذه سلما أعرج به إلى رضوانك وآمنوا به من عقابك يا أرحم الراحمين.